مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقة نهاية الأسبوع من البيت الكبير. طبعا في الأول لازم أقول مبروك ومش مبروك. مبروك لمنتخب مصر طبعا تأهله لأمم أفريقيا الكاميرون 21، ومش مبروك أكيد على الأداء الباهت جدا لمنتخبنا. علامات استفهام كبيرة جدا على أداء منتخبنا النهاردة. الكل كان متوقع أن منتخب مصر بهذه القماشة وهؤلاء اللاعبين اللي على المستوى الفني والبدني فروقات كبيرة جدا جدا ما بيننا وما بين المنتخب الكيني، كنا منتظرين أداء ونتيجة أفضل بكثير مما قدمه المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري. على المستوى الفني عندنا نقاط كتيرة جدا هنتكلم فيها، على مستوى التشكيل، على مستوى التغييرات، على مستوى الأداء الباهت، على المستوى الهجومي والدفاعي. النهاردة الشارع الرياضي في ثورة عارمة طبعا غضبا وحبا كمان في منتخب بلده اللي كان عايز يشوفه في صورة أفضل، وخاصة أن احنا كنا باللعب يعني منتخب من المستوى الثالث. لكن في النهاية التأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة 25 وريكورد جديد لمنتخب مصر، العلامة البارزة في المنتخبات الأفريقية. منتخب مصري دايما مرشح مش بس الوصول ل أو يتأهل للأمم الأفريقية، لكن دايما مؤهل للحصول على هذه البطولة. ولكن علامات استفهام كتيرة جدا جدا على أداء منتخبنا. من خلال البيت الكبير هنكون معانا فقرات كتيرة النهاردة، أكيد هنتكلم على منتخبنا.